سر تميزي يعني عشان انا هو الصراحه يعني مش تميز فيا، انا بشكر ربنا الاول، دي نعمه وكرم من ربنا ما استحقوش. هو الفكره بس في الامانه، ان الشخص اللي ما يبقى امين في حاجه قليله ربنا بيديه اكتر واكتر. صحيح. فانا كنت في ثالثه ثانوي في 2016، كان شاومينج اللي هو الغش وكده. انا ما اعتمدتش ان انا غش او اعمل حاجه حركه زي دي، عشان كنت متاكده ان انا تعبت طول السنه فربنا مش هينسى تعبي. وبعد كده جات لي المنحه عن طريق هيئه كوبتك اورفانس، عشان انا كنت في برنامج لست وحدك، فيعني الموضوع كله كان مبني على الامانه بس وكده. طب بتفكري في ايه بقى؟ خطتك ايه المستقبليه؟ انا بفكر ابقى مخرجه مشهوره. انت من كنيسه ايه؟ انا من كنيسه انبا بشوي. انبا بشوي. اولا انا مبسوط جدا ان انت بتنمي نفسك بالطريقه دي وبتطوري نفسك، حلو قوي يعني. واشكر كوبتك اورفنز ان هم ساعدوكي في حاجه زي كده، حاجه يعني متقدمه قوي. عايز اقول بس اللي خدتيه ده هيفيد المجتمع في ايه؟ هيفيد الكنيسه في ايه؟ خدته ده هيفيد المجتمع بايه؟ ان طبعا المجتمع بيبقى فيه ناس كتير في قرى في الصعيد، ما يعني بنات نفسها مش بيبقى لها التعليم عامه، في لحد الان في ناس كده، وبيبقى صعب اصلا ان البنت تنتقل من بلد لبلد. ف ده كان تحدي بالنسبه لي. فلما يعني اخذت التحدي ده وحصلت على المنحه وجيت القاهره من المنيا وكده، فده كان تحدي كبير بالنسبه لي، ان بنت بتنتقل من بلد لبلد، هتعيش في وسط مصر ناس تاني مختلفه، ثقافه، فكر، مجتمع تاني خالص، بيئه مختلفه خالص تاني. فتقريبا يعني لما دخلت انا الجامعه الامريكيه اصلا الثقافه مختلفه. طب اول حاجه دخلتها الجامعه الامريكيه دي كانت صعبه قوي، كان في صدمه ثقافيه شويه في الفكر، في المبادئ بتاعتهم وكده. بس انا حاولت ان انا ما اتاثرش بحاجات زي كده، لان انا في الانترفيو بتاع السكولرشيب انا قلت لهم انا عايزه انجح بس مش هتاثر بالناس اللي حواليا. وفعلا لما دخلت الثقافه كانت صعبه بالنسبه لي شويه، بس مع الوقت اتعودت ان انا في حاجه اسمها اوبن مايند وبتعامل وكده، وبقي ليا علاقات اجتماعيه، بقيت اعرف يعني اقبل فكر الناس الاخرين وكده. وبعد كده لما دخلت الجامعه ودرست عشت مع ناس تاني خالص، فكان بالنسبه لي ان انا بكسب ثقافات، دي كانت حاجه حلوه ان انا بعرف ثقافات البلاد التانيه. فدي بتدي يعني عكس للمجتمع، ان اي بنت ممكن تبقى شاطره جدا في دراستها بس بسبب الناس اللي حواليها او الفكر او الثقافه بتاعت المجتمع بتاعه بتحكم ان البنت دي ما تروحش المكان ده، ما تكملش مثلا تعليمها في الحته الفلانيه، او تبين الموهبه اللي عندها. فده بيبقى صعب جدا بالنسبه للبنات في يعني مجتمعنا الصعيدي. فده كان دي كانت اكبر تحدي بالنسبه لي، وكنت اول بنت ادخل الجامعة الأمريكية في سنتي في 2016، وأول بنت على المركز بتاعي في المنيا، وأول بنت هنا في الإبراشية بتاعة المعيدة، عشان أنا لما دخلت المنحة ما لقيتش معايا حد من الإبراشية. بس طبعا أنت نموذج حلو، بس عايز أقول المجتمع بتاعك اللي أنت قاعدة فيه مغلق، منغلق جدا. هل حاولت تتكلمي معاهم؟ وهل في تأثير؟ هل في نتائج؟ اي سكولرشيب بتنزل، عشان انا طبعا كنت في السكولرشيب بشجع الشباب وكده، واكتر من مره ببعت للمسؤولين في كنيسه انبا بشوي او عندي في المنيا وكده، وبشجع الناس اللي حواليا، عشان طبعا انا عشت التجربه دي وكنت اول حد كبنت، فكان صعب شويه بس برافو عليك.